بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بالتمام والكمال. لا، إن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة، هذو ثلاث أصناف تلقاوا ضد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة المباركة. أشكون هم؟ منافقون في المقام الأول، وبعد شكونهم أصحاب القلوب المريضة في قلوب مرض، يعني قلبه ما يحيي كل الأمراض، أمراض اللي تدفع إلى مقاومة النور الإسلامي اللي جاء على يد نبينا عليه الصلاة والسلام، والمرجفون في المدينة اللي يبدأوا يوزعوا في الإشاعات باش يثبتوا في رأيهم، يثبتوا وللعزم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من مهاجرين وأنصار عليهم سلام الله بالتمام والكمال. نعود إن شاء الرحمن.